إن ابن عمنا العزيز علي بن موسى بن جعفر من أبناء فاطمة بنت الرسول محمد، وهو أيضا ابن علي بن أبي طالب. إنه أكثر رجال العرب فضلا وعلما، ونحن نؤمن بأن لا وجود لمن هو أعلم منه على وجه الأرض. ومن هنا جمعنا كبار العلماء وأصحاب الفكر في هذا المكان ليجلسوا معه في مناظرة ويتباحثوا معه في أمور فقهية للوصول إلى مدى معرفتهم وعلمهم في حضورنا نحن. ومن جهته يثبت لنا حقيقة ما نؤمن به، وهو أنه فلتة زمانه وحجة الله على أرضه. وتباحثوا الآن مع ابن رسول الله وتناسوا وجودي هنا. هيا تكلموا، اسألوا، فنحن ننتظر. كيف أحاج رجلا مؤمنا يجتمع علي بكتاب أنا منكره، وبنبي غير نبي أنا لا أؤمن به؟ يا نصراني، فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر به؟ وهل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل؟ إذا تلطف علينا بحلمك، سنتحدث ويسمع كل منا ما لدى الآخر من منطق ودليل. أسأل أنا أم أنتم تسألون؟ أنا من سيسأل. من أين تثبتون نبوة النبي محمد؟ أيها العلماء، لقد شهد بنبوة محمد موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود النبي صلوات الله عليهم. أرجو أن تثبت قول موسى بن عمران. هل تقر يا يهودي أن موسى عليه السلام أوصى بني إسرائيل قائلاً: سيأتيكم نبي من إخوانكم صدقوه وأطيعوه؟ نعم. فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل؟ إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والسبب الذي بينهما من قبل إبراهيم. أجل، أفليس هذا صحيحا عندكم؟ بلى هذا صحيح، لكني أحب أن تصححه لي من كتاب التوراة إذا أمكن. هل تنكرون أن التوراة تقول لكم: جاء النور من قبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل ساعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ أنا أعرف هذه الكلمات، لكنني لا أعرف تفسيرها. أنت أعلم من أنك لا تعرف. أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء، فذاك وحي الله سبحانه الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء. وقوله وأضاء لنا من جبل ساعير هو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم وهو عليه. وقوله
واستعلن علينا من جبل فاران، فذاك جبل من جبال مكة بينه وبينها يوم واحد. وقال شعي النبي: فيما تقول أنت وأصحابك؟ رأيت راكبين أضاء لهما الأرض، أحدهما على حمار والآخر على جمل، فمن هما يا ترى؟ لا أعرف. أما راكب الحمار فعيسى عليه السلام، وأما راكب الجمل فمحمد عليه السلام. أتنكر هذا من التوراة؟ لا، لا أفعل ذلك. ما الذي تقوله في نبوة سيدنا عيسى وكتابه وفيما بشر؟ أنا مقر بنبوة عيسى عليه السلام وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، وبريء من كل شخص أو عقيدة أو مسلك ينكر ما بشر به، ولا يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. أليس علينا إذن قطع الأحكام بشاهدي عدل؟ بلى. إذن هل لا أتيتني بشاهدي عدل من غير أهل ملتك تقر به ولا تنكره النصرانية وسلنا مثل ذلك؟ ومن هو الشاهد العادل برأيك؟ هل تقبل على سبيل المثال برجل ذي منزلة عظيمة عند عيسى عليه السلام كدليل وبينة؟ وهل تقر به كشاهد عادل؟ ومن هو سمه لي؟ ما تقول في يوحنا مثلا؟ يوحنا الديلمي، لقد ذكرت أحب الناس إلى المسيح. هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال: إنما المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به وأنه يكون من بعده، فبشرت به الحواريين فآمنوا به وبأهل بيته وأوصيائه؟ أجل، ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة رجل، وبشر أيضا بأهل بيته ووصيته كما قلت. حسنا، وماذا تنتظر بعد؟ إن أنت وضحت ذلك نقلا عن الإنجيل كتابنا فأنا لن أنكره. وهل ما ذكرته عن يوحنا لم يكن نقلا عن الإنجيل؟ ربما ظننت أنني لم أقرأ الإنجيل، وما قلته ربما سمعته صدفة من الآخرين. والآن اسمح لي أن أسألك مسألة: لماذا تعتبرون عيسى والعياذ بالله ابن الله وتمنحونه مقام الربوبية؟ لأن كل من يحيي الموتى هو إله ويستحق أن يعبد. اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى، مشى على الماء وأحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص، ولم تتخذ أمته ربا ولم يعبدوا أحد. حزقيال النبي كان يحيي الموت أيضا، فقد أحيا 35,000 رجل من بعد موتهم بستين سنة. تجد في التوراة ما يشير إلى هؤلاء من بني إسرائيل. بما أنكم تعتبرون عيسى ابن الله، عليكم أن تعتبروا اليسع